زي ما عندنا جينات وراثية نورث خشم الأم، عينها، حاجبها، شكلها، عندنا جينات وراثية أخلاقية نورث تصرفات البنت، تورث تصرفات أمها. أوكي، اعملي نية، قولي يا الله أنوي وتخيلي الحبل السري الطاقي، الحبل السري حقك، لأن الأم تربطها في عيالها، يربطهم الحبل السري، هذا أخطر ربط. قول يا الله أنوي أني أنا أقطع كل المعلومات السيئة اللي ورثتها عن أمي اللي تعيق حياتي بزواجي القادم، أنوي أني أنا أقطعها إلى غير رجعة، وارسلي طاقة حب لأمك. تمام، هذه من الأشياء المهمة جدا، كثير من البنات سبب خراب حياتهم أمهاتهم، يا هي تعلمت من أمها يا أمها تدخلت في حياتها، لأنها ما قطعت المعلومات المربوطة في الحبل السري بينها وبين أمها، لأن ما حد قال لها. من الأشياء المهمة بنات، إن إذا في عتب في قلوبكم على أمهاتكم تغسلونه، لأن الأم إذا بينك وبينها عواطف غير جيدة، عواطف فيها تعب وألم، تنسخ في حياتك يا ماما. ومن الأشياء المهمة بنات قبل الزواج، والله امشي ورا كلامي وشوفوا إذا ما كان هذا سحر اللي قاعدة أقوله، لو نفذتوه شلون راح تنفتح حياتكم. تخبرين لأبوك وما تطلبينه يكون نسخة في زوجك، إذا أبوك عظيم واو ومحظوظة وأبوك واو، لا تطلبين زوجك يكون نسخة عنه، اطلبي ان الله يختاره من الكتالوج حق الدنيا ويعطيك. ليه؟ لان هنا اشترطتي على ربنا، هنا دخلتي نية مو زينة، اني انا انوي انه يكون نسخة من ابوي، وراح يجيش واحدة من كلبي تطلع روحك. واذا كان ابوك شخصية مو زينة معك وعندك عتب عليه، اعملي نفس اللي عملتيه مع امك، لكن تخيلي وهو معطيك ظهره، واقطعي جميع المعلومات، قولي يا رب أنا أنوي بإذنك أني أقطع وأبتر كل المعلومات والداتا السيئة اللي ورثتها وتصرفات أبوي السيئة واللي ورثتها بالجينات عنه، وأسامحها إلى يوم الدين، وارسلي لها طاقة حب، وتخيليها أنك أنت قطعتيها بسيف أخضر. هذه من الأشياء. واخفري لأبوك أيا كان اللي سواه، إن شاء الله تاجر فيك في الشوارع، اغفري حتى ما تتكرر القصة، أنا عشانكم، حتى ما يجيش واحد يعذبك. الأم والأب مهمين.